الو، هنا غادي نحتاج واحد 4 كيلو ديال الكنافة، غادي نحتاج واحد 1/2 كيلو ديال كفتة ديال الدجاج، عندي هنا الجبن، هذا انا خليته هنا باش تشوفوه، الجبن الاحمر اللي كيكون على مثلثات هكذا، عندي معدنوس، عندي الملحة، عندي الإبزار، عندي البصل المجفف مطحون رقيق، أنا كنشري هكذا بصل مجفف مطحون رقيق، وهنا الثومة هي مجففة مطحونة رقيقة بزاف، وعندي الزبدة مذوباها ومخلطاها مع شوية ديال الزيت النباتية. الوغ غندوزو دابا ان شاء الله ونرويكم كيفاش كنخدمو هاد الكويرات ديال الدجاج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا بكم من جديد، عدنا والعود احمد، ومرحبا بجميع المتتبعين داخل المغرب وخارج المغرب، كنتمنى يا ربي يوجدكم هاد الفيديو وانتم بصحة جيدة. خوتي اخواتي، اليوم جينا باش نصوبوا مجموعين كيف ما طلبتوني في التعاليق، كل شيء كنت تطلبني تقولنا تقولوا لي بغينا نعرفوا كيفاش صوبتي الكفته ديال الدجاج بالكنافه. اليوم انا معكم كنلبي لكم الطلب ديالكم، غادي نصوبوا مجموعين الكفته ديال الدجاج بالكنافه ان شاء الله، غادي تتبعوا معايا نشوفوا المقادير ونشوفوا شنو غادي نديروا في هاد الكفته بالكنافه ان شاء الله. كنتمنى الفيديو يعجبكم، تبعوا معايا حتى الاخير، ما تفلتوا حتى شي حاجه، ما تزابيوش، وانا معكم. يلا نبداو على بركه الله. الو، هنا اول حاجه انا كندير هو ان هاد الكنافه كنحلها الكنافة، انا عندي دائما في الكونجيلاتور، دائما كنخليها عندي في الكونجيلاتور، ملي كنجبرها ملي كنبغيها كنجبرها عندي واجدة. الوغ انا قبيلة نزلتها زولتها من الكونجيلاتور، ودابا كنحاول نحلها كلها، غادي نحلها حتى غتولي كلها محلولة. انا غنستمر في الحلان ديالها وغادي نرويكم من بعد كيفاش غادي ندير ليها. الوغ من بعد ما حليت هاد الكنافه هكذا كيف تتشوفوا حليتها كامله، غادي ناخذ مقص وغنحاول نقطعها قطع صغيره شويه، ما نخليهاش طويله، نقطعها قطع صغيره كيف تشوفوا. غادي نمشي معاها كلها نقطعها هكذا قطع صغيرة ونرجع معاكم. الو، هنا كيف ما كتشوفوا انا قطعتها كلها كلها شنتفتها وقطعتها رقيقة هكذا باش تساعدني في الخدمة، وغادي ناخذ هنا الزبده والزيت اللي انا دوبت، وغادي نحاول نبسبسها كلها بهذا الزبده والزيت، لان تخصها تشرب الزبده والزيت باش تجي مقرمله في الطياب، تجي مقروشه. غادي تبسبسوها كامله كامله كامله، تخصها كلها تدخل في هذاك الزبده والزيت، انا غادي نخدمها ونرجع معكم. الوغ هنا انا دخلت لي واحد قول 4 حتى 5 ديال المعالق ديال الزبده والزيت، هانتوما كتشوفوا لبستها كلها مزيانه كلها، غادي تشرب داك الزبده والزيت اللي درت لها، غنخليها على جنب. الوغ هنا غادي ندوز الكفته
اللي انا طحناها مع شويه ديال البصله وشويه ديال الفلفله حمراء وشويه ديال المعدنوس. هنا غادي نزيدها شويه ديال المعدنوس شويه ديال الابزار، نص معلقه ديال الابزار، شويه ديال الملحه حسب الرغبه، شويه ديال البودره ديال الثوم. غادي ندير شويه واحد معلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم، وغندير معلقه ديال البودره ديال البصل، معلقه صغيره تا هما. انتوا كتشوفوا معلقته صغيورين. انا هنا غادي نخلط هاد الشيء كامل ونرجع معكم. الو هنا غادي ندهن يديا بشويه ديال الماء، وغناخذ هاد القدر هذا باش ندير واحد لابول ديال الكفته. هانتوما كتشوفوا، وغادي نجي لهذا الجبن هذا، وغناخذ الطرف ديال الجبن وغادي ندخلو في هاد الكفته، وغنشد هاد لابول هادي. نحاولوا داك الجبن كله ما يبانش، ونغطيوه مزيان بالكفته ديال الدجاج، ونكملوا الكويره ديالنا. غادي نحطهم هنا، نزيد معكم وحده اخرى. بحال دابا الطرف ديال هاد الفخوماج المثلث غادي تقسموها على اربعه، وغادي تدخلوا في كل كره وتدخلوا فيه طريف. هذا هو اللي كيعطي واحد اللذه زوينه في هاد الكفته هادي. بون دابا انا غنستمر في هاد الكويرات هادو، ونرويكم كيفاش غادي نديرو لهم هنايا مع الكنافه. الو هنا غندهن يديا بشويه ديال الزيت والزبده، وغناخد الكويره وغنلبسها بهاد الكنافه هادي. غنحاول ندير كوش رقيقه، ما نديرهاش غليظه بزاف. هادو كنرافقوهم مع الدجاج ولا مع اللحم محمر، ولا نحطهم هي بوحدهم، وتيمكننا نديروهم صغر من هادو ونديروهم في دي بروشيت، حتى هما كيجيو زوينين بحال المنظر اللي كنت درت في الدجاج ديك النهار، تيجيو زوينين. نزيد معكم وحده اخرى. هو الا درتيو الزبيده والزيت راه كيجيو تيجيو مكرملين، تيجيو زوينين بالزبده، وهذا هما اللي كيعطيوهم داك التكرميله، داك القروشه كي تنقولوا، التقرقيشه ديال الكنافه، هما اللي كيجيو بها زوين زوين. المهم انا غنستمر، غادي نرويكم واحد الشكل واحد اخر، حتى هو كنديرو تيجي زوين. حاولوا ما ديروهمش اغلاط بزاف. هنا انا عندي مول ديال السيليكون فيه اوريضات كيف تتشوفوا، دهنتو بالزيت والزبده. غادي نكمل بالدهين، وغناخد هذاك الكنافه، غناخد شويه منها وغادي نعمر هنايا. وغادي نلبس داك الكرات صغار من هادو، هانتوما كتشوفوا هنا كرات صغيورين، هادو الكبار اللي غندير الاخرى، وهادو صغيورين. وغنجي وغنديرهم على وجه هاد الكنافه، وغادي نضغط عليها مزيان باش تاخذ لا فورم ديال ديك الوريضه. نعاود معكم وحيده اخرى، هانتوما كندير شويه ديال الكنافه.
هنايا كنحاول نضغط. ما تخافوش من الزيت والزبده، راه كتشرب بزاف الكنافه هذا الزيت والزبده هذه. هنا غادي نحاول نلبس عاود الكنافه هاد الكفته هذه، حتى هي راني عمرتها بالفرماج بحال لي إيه درناهم كويرات صغار، بحال الكبيره هي صغيره. وغادي انا غادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى نعمر هنايا ونرجع معكم ونصوب الكويرات الكبار اللي باقيين حتى هما وانا معكم. هنا انا قربت نكمل. الوغ كيف ما شفتيو كندير الكنافه هي الاولى اللي كندهن بالزبده وتنبرك عليها مزيان، وعاد كناخد هنايا الكفته كندير لها الكنافه كندورها مزيان بالكنافه، واخا تبقى لتحت ما فيهاش ماشي مشكل، المهم الجناب والفوق، وتنضغط عليها مزيان باش تاخذ لا فورم. ثم ناخذ هي الجناب والفوق ديالها، من تحت واخا يبقى ماشي مشكل لان عندنا الكنافه من تحت، وكنضغط عليهم مزيان. ودابا بقى لي غير نزول لهم هاد الجوانب هادو باش ما يتحرقوش، وغادي ندخلهم الفران. هنا عندي هادوك الكبار انا غادي نستمر فيهم ونرجع معكم باش نشوفوهم تيطيبوا في الفران. الفران على فكره انا درته يسخن لان خصو يكون سخون، وغادي ندخلهم ان شاء الله. هنا الكويرات ديالي ها هما واجدين، غنديرهم هنايا. الوغ من بعد ما غنكملهم غادي ندخلهم للفرن اللي انا ديجا مسخناه على حراره 180، وغنقابلهم حتى يطيبوا ما ياخذوش وقت كبير، شويه حتى يطيبوا. هذوك الصغيرين نحمرهم من الفوق لتحت اون بروشيت هكذا، هادو تيمكننا نديروهم كنرافقوهم مع الدجاج ولا مع اللحم ولا مع شي حاجه اللي بغيتيو. غناخذ هاد الفرماج الكاري اللي كيتباع تيكون هكذا، وغادي نقطع هكذا، عندي واحد المرشم هكذا كيقطع وريضات، غادي نقطع وريضة هكذا وغادي نجي وغنديكوري بها هاد سميتو هاد لابول، وغنجي هادو عندي فريشطات مزيونين وغادي نثبتهم هكذا على كل فرماجة. عندي شكيلات اخرين تيمكن لي نقطع هكذا، وغادي نستمر هكذا حتى ندير شي تشكيله مزيون. الوغ هنا لي بلا ديالنا تيكونوا وجدوا كيف قلت، يمكننا نرفقوهم مع الدجاج ولا مع اللحم محمر ولا مع الشوا ولا شي حاجه، ولا كنقدموهم هكذا حتى هما كيجيو زوينين والمذاق صدقوني تيجي رائع. هادو داك الوريضات حتى هما اللي كنا صوبنا ديكوريتهم هي بفليفله هكذا حمراء باش تعطي شويه د اللون. غادي نقطع معكم وحده وغتشوفوها كي تجي كتجي قرقشه زوينه. حتى داك الفرماج اللي في قلبها كيجي دايب زوين، وكتجي واحد القرمشه فيها زوينه. غادي
نرويكم حتى هذه الورده حتى هي كيفشات من الداخل، انتما كتسمعوا القرمشه ديالها. انت كتجي زوينه. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، وتكون استفدتوا من هاد المقبلات هادو، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. تنقول لكم شكرا لكم على المشاهده، ما تنساوناش من لايكات البارتاج والتعاليق الجميله، ونتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله مع الف الف سلامه.